الجزائري بقيادة بغداد بنجاح واسماعيل بن ناصر ورامي بن سبيني على الجهة اليسرى العامل البدني سامي يرجع للخلف لمدافع كولينز ترجع لأحمد موسى الكرة البينية نيجيرية وسهلة ويخرجها جمال بالعمري بعيدة تماما للأمام في اتجاه العمري وكذلك يا عيسى مندي ورامي بن سبيني في القائمة الثانية موجود أمامك المدافع الأوسط في اتجاه أوازيام الكرة البعيدة والتغطية من رامي بن سبيني سفيان فغولي في الوسط تسترجع من اسماعيل بن ناصر يتمكن منها ما زالت نيجيريا في الخلف تلعب في الأمام لصالح المنتخب النيجيري وجمال بالعملي يخرج هذه الكرة والحكم يقول لمسة عيسى يوصل على زفان يطلبها سفيان زفان يرجع لعيسى مندي مرة ثانية البحث عن زفان الكرة ضاعت ترجع يا زفان شديد شيء طبيعي أن يبدأ ببطء وبحذر شديد لأن المأمورية لن تكون سهلة كرة بعيدة البحث عن يوسف بليلي في الوسط لإسماعيل بن ناصر راح يوسف بليلي إسماعيل بن ناصر يجد يوسف رقم كورتو فيبحث عن المراوغة لم يمر ديدي في التغطية ويضغط عليك يلعب يا زفان يلعب يا زفان راح موسى راح موسى راح موسى راح موسى راح موسى عنده الكرة الآن متتبعين تروح الكرة مباشرة لجمال بالعمري يبحث عن من هنالك بغداد ولكن بعيدة يا جمال على بغداد راحت مباشرة عليه بغداد بنجاح الكرة العرضية البعيدة يوسف بليلي لم يتمكن منها لم تخرج هذه الكرة ما زالت نيجيرية ثانوية هيلة 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 رياض محرز في القائمة الأيمن والتغطية الدفاعية ترجع لسفيان معك زفان يا سفيان ورياض 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 التوزيع وجول ويوسف ما زال خطيرة ما زال عنده الكرة محاصر الكرة البعيدة حذر يا جمال حذر يا جمال ورايس يا رامي يوسف ما زال عنده الكرة طبعا سفيان ولولو كادت توصل هذه الكرة في اتجاه سفيان والتغطية من هنا في المباراة على كل حال وانتو اكيد دخلتوا في المباراة كرة من هنالك في اتجاه الحارس أكبي وسجلوا كثير من الأهداف من كرة ثابتة اللاعبين النيجيريين تقريبا 4 أهداف سجلوه من كرة ثابتة حذري 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 بعيدة بعيدة راحت راحت سلامات روعة وببراعة يحطها مباشرة لرامي بن سبعيني رامي يبحث عن يوسف ويبحث عن بغداد كرة في اتجاه يوسف رقم كورتو انطلق يوسف وفي خطأ انطلق يوسف وفي خطأ يقول حكم المباراة لصالح المنتخب الجزائري واضح هذا الخطأ من أوازيان أكبي بغداد وينك يا بغداد اسماعيل بن ناصر والدخول من هنالك من عيسى خطيرة جول با 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 آه يا رامي آه حطها لك بالمليمتر يا رامي بالمليمتر حط لك الكرة هنا في القائمة الثانية ارتقى ولو لو ولو لو ولو لو فرصة ثانية ضاع حذاري في القائمة الثانية حذاري يا رامي خلفك حذاري يا رامي خلفك موجود أوازيام الكرة خطيرة ولو لو جمال بالعمري بحركة كارتمان يخرج هذه الكرة مباشرة في الركنية الأولى لصالح المنتخب النيجيري الكرة الآن يحاول يمر رجع للخلف الكرة المرفوعة في القائمة الثانية حذاري والكرة بعيدة بالرأس راحت سلامات هنا من قبل المدافع كينيث أوميرو اسمعني دعبالي يوسف راح يوسف راح يوسف راح يوسف راح يوسف المضايق عليه ما زال عنده الكرة رياض يدخل من الوسط راح يوسف بلايلي كرة ممتازة ليوسف ديريا وانطلق من يوبي كرة خطيرة يوبي راح واحد يروح له واحد يروح له تلعب لأحمد موسى لازم له مساعدة أحمد موسى يمنى ويليام كونغ عنده الكرة الآن ويليام والانطلاقة نيجيرية حذري من التوغل عن طريق اللاعب شيكري وجمال على مرتين وسفيان مرة ثانية يلعب مع عدلان ما زالت الكرة نيجيرية راح لسفيان مرة ثانية من الوسط سفيان سفيان وزفان رجعت له مرة ثانية يطلبها رياض زفان دخل زفان ما زال معلش معلش صعبة كثير صعبة كثير صعبة كثير صعبة كثير صعبة كثير رايس صعبة علي مش على رايس هاي كرة صعبة 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 اخذها رياض 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 ارضية جول ترجع من ايوبي ونيجيريا وانطلق على الجهه اليسرى هاي كره سريعه هاي كره خطيره هاي كره خطيره
الحكم يخرج لك البطاقة يا يوسف، الحكم يخرج لك البطاقة. لا بغداد، بغداد، بغداد. وصل لمدافع كولينز، جامولو كولينز عنده الكرة في الجهة اليسرى، يرجعها في الخلف، مهدي زفان بالرأس يرجعها البحث. ما عليك يا يوسف، يلعب لرياض، ترجع ليوسف مرة ثانية، تخلص سفيان وبغداد. كرة أيوبي، رايح إسماعيل، رايح إسماعيل، يا رايح إسماعيل، رئيس وهاب بن بولحي يرسل كرة بعيدة تماما لبغداد اليسرى لأحمد موسى، أحمد موسى، سفيان أرجع عدلان، أحمد موسى، أحمد موسى ما زال يلعب من هنالك ورامي، أحمد موسى معها سفيان، ترجع له أحمد موسى مرة ثانية، يا له من الريتم هذا أحمد موسى، الكرة البينية أحمد موسى مرة ثانية. السيناريو الذي يحدث عادي وطبيعي في مباراة من هذا النوع، متفوقين بهدف مقابل صفر. إيوبي وتسترجع جزائرية من مدى 20 وخط 18 ناحية كولينز على الجهة اليسرى، نعتمد على الهجمات المعاكسة لأننا متفوقين، أحسن سيناريو أننا نزل. أحمد موسى يريد الكثافة العددية، حاول يمر، التغطية من عدلان، راحت ليوسف بليلي، رقب كورته، ورجع لرامي بن سبعيني، يرسل كرة بعيدة، يا يوسف ضيعتها حذاري، يا يوسف ضيعتها، وانطلق رياض، الكرة خطيرة، أيوبي سلامات، إيوبي وسلامات، الكرة مرت مباشرة لضربة مرمى، يقول حكم المباراة. ركز شوية يا يوسف، ركز شوية يا رياض، ركز شوية يا بغداد. اليمنى من هنالك، أي كرة خطيرة، 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 الكرة راحت ركنية. هنا شكو يزيد تحول للجهة اليمنى من هنالك، حكم المباراة يقول ركنية لصالح الحارس رئيس وهاب بن بولحي. الكرة لشكويزي والريس زيهم الأبيض عودين يكون فيها الخير. اسماعيل بن ناصر في الوسط، حكم يقول خطأ للمنتخب الجزائري، كان قريب من اللقطة خطيرة، الكرة هذه لصالح عناصر المنتخب الجزائري لاسماعيل بن ناصر. هنا تقديم الرجل من قبل اللاعب ويلفريد نديدي لاعب نادي ليستر سيتي. هاي كرة جول ثانية يا يوسف، يا انت في وضع التسلل، انت في وضع التسلل، كرة بالراس والدفاع، ورياض وسفيان، لا لا بعيدة من سفيان، راحت مباشرة ضربة مرمى، ورجعوا الغزلان إلى أماكنهم. رياض استلمها، كان في موقع رائع جدا لو جاته على الـ على الـ على في الثانية، بلا خطايا عدلان، بلا خطايا عدلان، رجعت للخلف لأوازيمي، الكرة البعيدة ولكن في التماس لصالح المنتخب، يضغطوا عليه، يضغط عليه من هنالك، اللاعب ما زال عند إيكونغ، يبحث عن الكرات البعيدة تروح في وسط الميدان، البحث عن إنديد، يخرج بهذه الكرة، أوميرو حذري من أحمد موسى، بعيدة 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 بعيدة، راحت للتماس، دموعك تبقى في التاريخ. أحمد موسى في تنفيذ التماس لصالح منتخب النيجيري، كرة بعيدة بالرأس، التغطية من عدلان قديورة، خرجها، راحت يوسف عنده الكرة، يوسف، يوسف يروغ، يوسف يزال، يوسف باليمنى، يوسف باليسرى، يوسف يوزع، والدفاع يتدخل، أحمد موسى ينفذ التماس، كرة بعيدة وعدلان يتفوق، وانطلق يوسف بلايلي، حطها لبغداد، يطلبها أيوبي، وصلته مع رامي بن سبعيني، أيوبي مازال يروغ الأول ثم الثاني، أيوبي يلعبها في العمق، التغطية الدفاعية، وانتهى يوسف، لو نهربوا لكم في هجمة معاكسة، سفيان راح، سفيان مازال عنده الكرة، سفيان في صراع وفي خطأ، نعم يقول حكم المباراة. أي لحظات صعبة وحرجة، آخر منطقة العمليات من برا، جزاء راح يعطي لهم الحكم، ضرب الجزاء في هذه اللحظات، لمسة يد، منطقة صفراء لعيسى منج، نعم خلوني نقول لمسة يد بصراحة، يعني لمسة يد وضرب الجزاء. قالوا مهاجم من نادي شنغاي يستعيد من أمام رئيس، روح من هنالك يا رئيس، روح من هنالك يا رئيس، روح من هنالك يا رئيس، يقولوا جول، قلت لك روح من هنالك يا رئيس، يقولوا يعدل النتيجة لمنتخب نيجيريا، نعم يعدل النتيجة للمنتخب النيجيري. معليش خرجونا الآن ما يوجد في قلوبكم في 17 دقيقة المتبقية من عمر هذه المباراة، كانوا متحكمين في اللقاء ورجعوا، شيء طبيعي لأنه كانوا خاسرين، الآن سنخرج. بن ناصر دخل، بن ناصر جول، بن ناصر، با 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 القائم، بن ناصر والعارضة الأفقية تصد،